وخلال جولة قام بها إلى عدد من مراكز الاقتراع، أكد سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة الانتخابات، أكد أن عملية الاقتراع تسير بكل سلاسة وأن هناك إقبال كبير من المواطنين للمشاركة في عملية التصويت، شاكرا في الوقت نفسه كافة الجهات المساندة للعملية الانتخابية مما يعكس روح التعاون بين فريق البحرين كل في موقعه. بسم الله الحمد، جميع مراكز الاقتراع اليوم فتحت الساعة 8 صباحا، وكانت هناك طوابير من الناخبين الذين كانوا ينتظرون فتح مراكز الاقتراع، وعملية الاقتراع إلى هذه اللحظة تسير بسلاسة، وهناك حضور في جميع المراكز، كما نشاهد أيضا أن في المركز العام حضور جيد من جميع المحافظات وجميع مراكز الاقتراع، ونتمنى أن تسير هذه العملية بسلاسة إلى حين إغلاق مراكز اقتراع الساعة 8 مساء. طبعا في البداية هي كانت توجيهات سيدي صاحب الجلالة وسيدي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى جميع مؤسسات ووزارات الدولة لإنجاح هذا اليوم الانتخابي، وأخص أيضا بالشكر إلى وزارة الداخلية وفي مقدمتهم معالي وزير الداخلية وجميع الضباط والأفراد الذين فعلا كان لهم دور كبير لمساندة فريق اللجنة التنفيذية وفريق الانتخابات لإنجاح هذا العمل. وأخص أيضا بالذكر أشكر وزارة الإعلام ومقدمتهم سعادة وزير الإعلام وجميع العاملين في وزارة شؤون الإعلام من مذيعين ومراسلين ووكالة الأنباء والإعلام الخارجي، وأشكر أيضا مركز الاتصال الوطني لتغطيتهم المتميزة للعملية الانتخابية في جميع مراحلها، من مراحل فتح مراكز الانتخابات إلى المرشحين إلى تغطيتهم في الدور الأول والثاني، وهذا يعكس روح التعاون وهدف إنجاح أي مشروع بحريني. والشكر موصول أيضا إلى جميع الوزارات الذين تعاونوا بتقديم الدعم اللوجستي ودعم المراكز، منها وزارة التربية ووزارة الصحة ووزارة البلديات، هناك تعاون جميع الوزارات الخدماتية لإنجاح هذا، وهذا يعكس أيضا روح العمل وفريق البحرين الذي يعني يؤمن به المواطن. وأرجع أوصل الشكر موصول أيضا لجميع المتطوعين في هذا العمل، 14,000 متطوع بحريني والعاملين في خلف الكواليس، أنا هناك يعني فريق تقني يعمل في هذه الانتخابات في من الناحية الفنية التقنية، ولله الحمد كل الأمور يعني تسير بعمل بحرينيين لهم خبرتهم وعطيناهم ثقتنا في إدارة هذه الانتخابات، وهذا شيء يشرف أن احنا تحت قيادتنا نخدم وطننا ونتمنى النجاح فيه.